تظاهرة أخرى للإخوان المسلمين وبعض الحركات الشعبية والقوى السياسية المعارضة، تظاهرة سبقتها هذه المرة تعبئة كبيرة من قبل الحركة الإسلامية لحشد 50,000 متظاهر، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي الجماعة، فالتقديرات تشير إلى أن أقصى عدد المشاركين لم يتجاوز 10,000 مشارك. مطالبنا عادلة محقة، وإذا لم يكن هذا الجمع كافيا لإقناع وإفهام صاحب القرار، الشعب الأردني قادر على أن يأتي بالمزيد وأن يصنع المزيد ولديه المزيد. ساحة المسجد الحسيني القريبة منه أمامه تتسع إلى حوالي 3,000 شخص، الطرق المؤدية إلها ضيقة، 500 شخص يستطيع تعبئة هذه الشوارع، لكن احنا برأينا أنه وصل العدد تقريبا من 7,000 في بدايته إلى 8,000. الأمن العام شدد إجراءاته الأمنية وأحبط محاولة بعض الأشخاص المعارضين للإخوان المسلمين من الاقتراب إلى مكان التظاهرة وهم يحملون المسدسات والعصي. أما المتحدثون وأبرزهم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين فجدد رفض الحركة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وكان نشطون في صفوف الموالاة أجلوا تظاهرة مماثلة كانت مقررة في نفس توقيت مسيرة المعارضة حتى إشعار آخر درءا للفتنة. التظاهرة التي قدر المراقبون بأنها ضمت ما بين 8,000 إلى 10,000 من جماعة الإخوان المسلمين وكذلك الحركات المختلفة، حماها نحو 1,500 من رجال الأمن العام وقوات الدرك الأردنية. صارت التظاهرة دون حدوث أي مشكلة. سعد السيلاوي، العربية، من وسط العاصمة عمان.